سيادة المشير، اسمح لي أشرح لسيادتك اللي حصل. أنا عارف اللي حصل يا فندم. لو كان اللي حصل ده ضد إرادتك أو لا يرضيك، أنا مستعد أكتب استقالتي دلوقتي حالا. أنا ما عنديش مشكلة في الأمر ده نهائي، ورئيس الجمهورية يعرف عني كده، وسيادتك كمان تعرف عني ده قبل ما رئيس الجمهورية يكون عارفه. الحمد لله اللي عايزينه حصل. مالك يا فندم؟ القوات المسلحة عباس مش في أحسن حالتها. القوات المسلحة يا فندم مجهدة ومنهكة. ده صحيح. القوات بقالها فترة طويلة في الشوارع والميادين في حالة طوارئ وظروف صعبة ومحبطة. أنا لسه لحد من أيام كنت مدير المخابرات الحربية وعارف الحالة إيه بالظبط. احنا لازم نبتدي نفكر ازاي نطور قواتنا المسلحة. الأوضاع في منتهى الحساسية يا فندم، والموضوع ده كبير قوي، هيحتاج وقت على بال ما نقدر نوفر الإمكانيات عشان نعمل كده. لا لا، اللي أهم من الإمكانيات يا عباس هي الروح، الروح المعنوية عند الضباط والجنود. ده أكيد يا فندم، بس الفترة اللي فاتت كان ليها تأثير سلبي عليهم. ده طبيعي، بقالهم سنة ونص في الشارع، خدوا معهم حاجات وهم جايين هتتصفى بالراحة. عايزينهم يصفوها مع بعض بالراحة، وكمان طريقة المعاملة لازم تكون في منتهى الاحترام والحب. احنا عندنا القدرة في القوات المسلحة اننا نخدم ظباطنا وصف ظباطنا وعساكرنا بجد، ونخلي صورتهم قدام الناس 10 على 10. اللي بكسر نفسه بهينه عباس عمره أبدا ما هيبقى مقاتل. لازم أخليه يحس بالفخر إنه جندي في الجيش المصري.